عنا المسرح. فاحنا راضيين جدا عن اللي احنا عملناه. وائل لك يقبرني ربك. هو تقريبا ما بيشوفنيش انا وايمن، يعني مش عارف، يعني انا رح اقول لا بس لك ايه، لك يقبرني ربك. انا بعدني مصر. وائل بس مركز مع شهد قوي اكتر. يقبرني ربك. بمعنى اصح احنا فرقه يونج فارس مش فرقه شهد. أنا برأيي فرقة اليونج فاروز بلا شهد بتصير كتير ناقصة، وبلا نص اللي عم بيكتبوه أيمن ومحمد كمان في شي ناقص. حافظوا على الثلاثي تبعكم. أيمن باين مش واثق من نفسك، يا طلع فيه ستريت وغني له، يا إما ضلك وجهك للعالم. أه كان عندي برضه مدرس جميل جدا قال لي أيمن أنت فاشل ما بتعملش أي حاجة في حياتك ومش هتنجح في حياتك. والله أنا في الإكس فاكتور دلوقتي. اجري ورا حلمك ما تجريش ورا القرش. إنه نغير شوي عن السياسة وإلا بصير في ملل بعدين، إنه كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع عم ناكل تورتة بنبطل نحب التورتة. لازم نغير. لا حبيت عن جد كثير حلو الموضوع. وزي كل مرة هتولع. Young Pharoz. شايفك في الغناف في الابراج، ما تفكرش ما تحاولش ما تخبرش الكرش. اجري ورا حلمك ما تجريش ورا القرش. ما افتكرش ان ممكن اي حاجه تعطيك جواريح. عمر ما السفينه بينا تمشي عن سكه تجاه الريح. ما قارنش نفسك بالباقي، ما تبقاش انسان بدائي. سباقك هو سباقي، حبري قلمك على اولادي. شهد ضعفاني، برافو. ايه عم تشتغلي على حالك. طبعا فريق جميل. ما عندي كثير تعليق لانه يعني ارموني ليك بكل شيء، حابب كل شيء فيكم. عندي طلب واحد بس، تنتبهوا لي على شهد وحتى ما تلوموني بعدين او تزعلوا مني او ما بعرف. يقبرني ربكم ثلاثتكم. ثلاثتكم. صراحة أنتوا أكثر فريق بكل الموجودين بتقنعونا أنكم فريق بكل معنى الكلمة، واللي عاطي يعني حلاوة أكثر لحضوركم على المسرح وشهد. حبيت دايموند من صوتك كثير حلوة، وحبيت حبيت الميلانج بين الراب وبين صوتك كأغنية. برافو. واي بي، حضوركم محبب، أداءكم دائما رائع لامع، بس أتمنى منكم نصيحة توضحوا مخارج الحروف عشان نفهم الكلام، لأنه الراب مع الغنى مهم فيه مخارج الحروف لأفهم الكلام. بس كنتوا رائعين. أيمن ومحمد وشهد،
ثلاثتكم عم بتكملوا بعض. اول شيء بدي هنيكم على النص، كل اسبوع عم تكتبوا كل نص اجمل من الثاني. شهد دائما بتلمعي على المسرح وعندك ثقه بمغنيك وصوتك بيرن دائما مثل الجرس. انا مبسوطه فيكم يونغ فاروز. شكرا بجد. اعتقد يعني رد فعل الجمهور واضح، فاللي عايز يصوت ليونغ فاروز من مصر رقمهم 6. شكرا يا جماعه. شكرا.